أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء من الميادين وفيها. مصادر للميادين تكشف عن مساع دولية وإقليمية لإنهاء الأزمة اليمنية عبر استبدال القرار 2216 بقرار تحت الفصل السابع. عشرة جرحى فلسطينيين في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ومستوطنون يهاجمون بلدة قصرى قرب نابلس. استهداف قاعدة بلد الجوية في العراق بثمانية صواريخ، والقوات الأمنية تعد الحادثة إضعافا لقدرات القوات العراقية. أهلا ومرحبا بكم. أفادت مصادر خاصة للميادين بوجود تحركات أممية ودولية وإقليمية لإنهاء الأزمة اليمنية في ظل إجماع على إسقاط القرار 2216. المصادر تحدثت عن مشاورات بشأن صيغة قرار بديلة تحت الفصل السابع تتضمن وقف الحرب واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنيين، وأضافت أن القرار الأممي الدولي سيدعو جميع الأطراف السياسيين والعسكريين اليمنيين إلى الانخراط في المفاوضات، وسيمهد عمليا لطي صفحة الرئيس عبد الرب منصور هادي، حيث تتركز المشاورات على بحث صيغة بديلة له. وأشارت المصادر إلى أن المبعوثين الأممي والأمريكي طلبا في مسقط بوقف التقدم باتجاه مأرب مقابل فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة. قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إن الحديث عن معركة جزئية وترك اليمن المحاصر يعدان اختزالا للصراع لا يعالج المشكلة بل يفاقمها. عبد السلام شدد على أن أي نشاط مستجد لمجلس الأمن لا يكون قابلا للتحقق إلا في حال تلبية مصلحة اليمن أولا، ولفت إلى أن الشعب اليمني ليس معنيا بمراعاة من لا يراعي حقه في الأمن والسلم والسيادة. بدوره عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم أكد عدم جدية الولايات المتحدة في إيقاف عدوانها وفك حصارها على اليمن، وفي تغريدة عبر تويتر قال إن تحركات الأمريكيين لا تفضي إلا إلى حفظ مشاريعهم الاستعمارية والتدميرية واستمرارية مؤامراتهم الخبيثة على كل اليمن، مشددا على أن الشعب اليمني يعي خطورة المعركة. إلى ذلك بحث كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي أزمة اليمن ومستجدات عمليات السلام مع الممثل السويدي الخاص باليمن بيتر سامتي، كما ناقش جولة الأخير ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث في المنطقة ونتائج مباحثات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في عدد من دولها. ورحب الجانبان بالتقدم الحاصل وأكد بلوغه مرحلة صياغة الخطوط العامة لخطة للحل، كما شدد على ضرورة استمرار التشاور والتعاون بين بلديهما لتحقيقه. أفادت مصادر عسكرية يمنية أن التحالف السعودي شن غارات مكثفة على محافظة مأرب ومديرية صرواح في منطقة الطلعة الحمراء شرق اليمن لإسناد قوات الرئيس هادي في التصدي لهجمات الجيش واللجان الشعبية. إلى ذلك أكدت المصادر العسكرية رصد 139 خرقا جديدا لقوات التحالف السعودي في جبهات الحديدة خلال الساعات 24 الماضية. أكد اتحاد الإعلاميين اليمنيين استشهاد أكثر من 330 إعلاميا وصحفيا يمنيا من جراء حرب التحالف السعودي على البلاد. الاتحاد أكد في بيان له أن التحالف السعودي قتل 47 إعلاميا مدنيا و290 إعلاميا حربيا، إضافة إلى أكثر من 500 انتهاك بحق الإعلام والصحفيين في اليمن خلال 6 سنوات من العدوان. وأضاف البيان أن التحالف استهدف الإعلاميين بعد كشفهم الفظائع والانتهاكات والجرائم المروعة التي ارتكبها في اليمن.
في الحرب المستمرة على اليمن منذ أكثر من 6 سنوات، دمر التحالف السعودي البنى التحتية للمنشآت الصحية في البلاد في ظل قصور كبير للمنظمات الدولية. ورغم هذا القصور في توفير تجهيزات الطبية لمواجهة الأوبئة وأهمها كورونا، تستمر الكوادر الطبية في مستشفيات اليمن في استقبال المرضى على اختلاف حالاتهم. أحمد زبيبة. تجهيزات بسيطة لا ترقى إلى مستوى مواجهة الأمراض والأوبئة وأهمها كورونا، كمامات وفي أفضل الأحوال قد تجد قفازات طبية في مستشفيات يمنية. فبالرغم من قلة التجهيزات تقف الطواقم الطبية في شهر الصيام في الصفوف الأمامية لتواصل عملها. البلاد بتمر بظروف صعبة جدا، فإذا ما تكاتفناش وقعنا يد واحدة من الذي يجي عندنا؟ صح انه ما فيش رواتب، ما فيش معنا مستحقات، بس لكن المريض لمن؟ ما ذنب المريض؟ صح انه معرضين للخطر، ما فيش معنا كافه المعدات التي تحمينا، بس الذي فوق الله. اوضاعنا فهي ماساويه الى ابعد درجه. الموضوع هو موضوع انه انت في حصار، محاصر من كل شيء، محاصر من مواد طبيه، من مواد حمايه، من وضع، لكن هذا ابن بلدك كيف تفلته؟ التجهيزات الطبية لا تغطي ربع احتياجات مستشفيات صنعاء وغيرها من المحافظات لمواجهة الأمراض المختلفة، وهو ما تقدمه المنظمات الدولية في حدها الأدنى، فيما توفر حكومة صنعاء مراكز عزل للمرضى ووسائل حماية بسيطة للأطباء بسبب قلة الإمكانات. أوبئة انتشرت من السنة الأولى لبدء العدوان ابتداء من الكوليرا وما تلتها من أوبئة. لا شك أن هذه قضية مؤرقة كثير للقطاع الصحي، مؤرقة كثير للعاملين الصحيين. ولا تفصح السلطات في صنعاء عن عدد الكوادر الطبية المتضررة من وباء كورونا، فهي تعمل وفق سياسة لا تهوين ولا تهويل. أما في مناطق جنوبي البلاد فقد سجل المئات من الكوادر الطبية التي سقطت ضحية الوباء. لا إمكانات ولا تجهيزات لمواجهة الأمراض والأوبئة في اليمن وأهمها كورونا في ظل الحرب والحصار، ورغم ذلك تستمر الطواقم الطبية في عملها بوتيرة عنوانها المسؤولية الإنسانية تجاه المرضى. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تغريدة عبر تويتر الاستعداد لتبادل المعلومات مع النظام السعودي للتصدي لعصابات الاتجار بالبشر، لأنه عمل مدمر للشعبين العربيين ومن واجب النظامين مكافحته. الحوثي دعا النظام السعودي إلى التصدي لعصابات الاتجار بالبشر والقبض على بعض الضباط وبعض المسؤولين من الجمعيات الخيرية ممن لهم علاقة بهذه الجرائم. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 10 فلسطينيين في قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في الحي واعتدت على أفراد عائلة دياب بالضرب ورش غاز الفلفل داخل منازلهم، كما اعتقلت 3 شبان واعتدت على أحدهم بالضرب المبرح. وفي نابلس هاجم مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال المنطقة الجنوبية من بلدة قصرة. المستوطنون الإسرائيليون هاجموا منازل المواطنين ومزارعهم واقتلعوا عددا من الأشجار في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة المحتلة. وأكد مسؤول لجنة المقاومة الشعبية في قصرة أن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف القرية الجنوبية وحطمت نوافذ منازل عدد من المواطنين ومعدات للمزارعين.
قال رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل محمد بركة إنه لولا أجواء التطبيع لكانت الأزمة التي تعيشها إسرائيل حاليا أعمق. وفي نشرة سابقة على شاشة الميادين قال بركة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحرك وفق مصالحه، وشدد على ضرورة تحويل رفض إسرائيل لإجراء الانتخابات إلى عنصر من عناصر المقاومة. إسرائيل دائما كانت تحاول أن تتملص من أزماتها أو أن تأخذ طريقا جانبيا يبدو جانبيا بتأجيج العدوان على الشعب الفلسطيني بحروب محدودة أو غير محدودة، بالترويج لبدعة الإرهاب وما إلى ذلك، بأن هذه الدولة في خطر. ما قاله أولمرت يعرف جيدا ماذا يقول، لأنه كان رئيسا للحكومة وقد مارس هو بنفسه مثل هذه الممارسات، ويعرف تماما أن في كل مرحلة تدخل فيها المؤسسة السياسية إلى أزمة تعطي تعليماتها للجهاز الأمني للجهاز العسكري للقيام بمغامرات وبعدوانات على الشعب الفلسطيني. وفي ظل الخلاف الإسرائيلي المستفحل على السلطة تطرح أسئلة حول كيفية استفادة الجانب الفلسطيني من هذه الخلافات والعمل على توحيد صفوفه وفرض خياراته. عبد الله شمس الدين والتفاصيل. يا ترى أرضي تفجر. هنا عند حاجز زعترة قرب نابلس استعاد الفلسطينيون معادلتهم الذهبية المقاومة المسلحة. فرض الحادث نفسه بقوة على المشهد الإسرائيلي، فالخشية هي من أن يكون هذا الهجوم إشارة لبداية تصعيد أمني يصعب السيطرة عليه. على ضفة الفلسطينية أجمعت كل الفصائل على مباركة العملية واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال. هنا يعود العمل الفدائي الميداني ليوحد ما تفرقه السياسة. جاء إعلان السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إجراءها في القدس المحتلة ليعيد التباين الفلسطيني الداخلي إلى الواجهة. يريد الإسرائيليون أن تنقسم الساحة الفلسطينية أيضاً، فلا يعقل أن ينشغل العالم فقط بانقساماتهم وخلافاتهم السياسية وصراعهم على السلطة. صراع كان مناسبة كي يستفيد منه الفلسطينيون ويوحدوا جهودهم، وهو أمر بدا واضحا مع انتفاضة رمضان عندما توحدت الساحات وتشابكت من القدس إلى الضفة وصولا إلى غزة. توحد أرعب الاحتلال ما دعاه إلى التراجع عن العديد من الخطوات، ومن بينها إقفال مداخل المسجد الأقصى وإلجاء قرار المحكمة في قضية حي الشيخ جراح. توحد يأمل الفلسطينيون أن يترجم أيضا على المستوى السياسي، وأن يكون فرصة كي يجلس الفلسطينيون مجددا إلى طاولة حوار تعيد رص صفوفهم. لطالما استفاد الإسرائيليون من الخلاف الفلسطيني الفلسطيني، اليوم نرى هذا الخلاف يستفحل في الداخل الإسرائيلي. فهل يلتقط الفلسطينيون هذه اللحظة؟ وإلى أي مدى يمكنهم أن يستفيدوا من هذه الخلافات ويفرضوا شروطهم وخياراتهم؟ تحت شعار جائعون للحرية نظمت وزارة الأسرى في غزة وقفة تضامن مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، فيما طالبت نقابة الصحفيين لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بالتدخل الدولي لإطلاق سراح الصحفيين الذين يعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي. أحمد شلدان. غير بعيد عن أمواج شاطئ غزة، رمز الحرية التي يتوق إليها الفلسطينيون، نحت جرح القطاع من الرمال رسالة أمل إلى الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. هذه اللوحة بتوصل رسالة إلى أسرانا، نحن في قطاع غزة كجرحى لا ننساكم، حتى خلف القضبان الحديدية في السجون الإسرائيلية. أوضاع الأسرى المضربين فهي أوضاع خطيرة جدا، كان علاء الرماوي يوم أمس قد أدخل إلى المستشفى وفي حالة صحية يعني صعبة جدا. جائعون إلى الحرية هي رسالة التضامن التي أرسلها الغزاويون إلى الأسرى الذين جاوز عددهم 4000 أسير تواق إلى كسر القيد.
التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال ولا سيما مع المضربين منهم عن الطعام يأتي في وقت تشتد فيه الهجمة الإسرائيلية على كل ما هو فلسطيني، حتى بات تغيب صوت الحقيقة أحد أبرز أهداف الاحتلال. ففي اليوم العالمي لحرية الصحافة يغيب الاحتلال خلف قضبانه أكثر من 20 صحفيا، بعضهم يخوض معركته بأمعائه الخاوية. ما زالوا يفلتون من العقاب، وما زال جنود الاحتلال ينفذون سياسة ممنهجة ويومية بحق الصحفي الفلسطيني أينما كان وأينما تواجد. نحن هنا نذكر الأمم المتحدة بقرارها ومجلس الأمن بقراره 2222، ونذكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالعهد الدولي الإنساني. هناك جريمة ترتكب. ومنذ بداية العام الحالي ارتكب الاحتلال أكثر من 160 انتهاكا في حق الصحفيين الفلسطينيين، أبرزها عمليات الاعتقال التي تكاد لا تتوقف. أحمد شلدان، غزة، الميادين. نعود بعد قليل. من جديد أهلا ومرحبا بكم. تعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين العراقية لهجوم استهدفها بثمانية صواريخ من نوع كاتيوشا في أوقات متفرقة. خلية الأعلام الأمني في العراق قالت إنها شرعت بعملية أمنية واسعة مسنودة بمعلومات استخبارية دقيقة للبحث عن عناصر وصفتهم بالإرهابيين، أقدموا على إطلاق الصواريخ من منطقة الناي بقضاء الخالص. وأكدت الخلية في بيانها أن هذه الأعمال التي يراد منها إضعاف قدرات القوات الأمنية العراقية لن تمر من دون حساب للعناصر الذين يقومون بأفعال خارجية أو خارج عن القانون. إلى ذلك، وجهت الحكومة العراقية جميع تشكيلاتها الأمنية بزيادة مستوى الاستنفار وملاحقة فلول تنظيم داعش، وذلك بعد تنامي هجمات متفرقة استهدفت القوات الأمنية وأوقعت شهداء وجرحى في عدة مناطق عراقية. محمد الفهد. استنفار أمني في المناطق التي شهدت هجمات ضد قوات الأمن العراقي، ولا سيما في شمال العاصمة بغداد وكركوك والمناطق الغربية من البلاد وبعض مناطق ديالة، بعد مؤشرات على تنامي نشاط داعش عبر أساليب الهجمات المباغتة وزرع العبوات الناسفة والتعرض الواسع للنقاط الأمنية. داعش زاد دعمه، يعني أو التنظيمات الإرهابية تحديدا زاد دعمها خلال فترة 150 يوم السابقة. هذا يؤكد إلى أنه هنالك دعم خارجي وصل إلى داعش، وهنالك دعم لوجستي ومالي، وبالتالي يعني يتوجب على المؤسسة العسكرية العراقية أن تكون بأكثر حزم. الحكومة العراقية وكخطوة احترازية لمنع هذه الهجمات عقدت اجتماعات مع القادة الأمنيين ووضعت خطوطا عامة للتنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية، ولا سيما بين القوات الاتحادية والبشمركة، فضلا عن تحريك الأجهزة الاستخبارية لملاحقة الخلايا المختبئة وشن عمليات استباقية ونوعية في مناطق القلق الأمنية. تنظيم داعش لا يعمل بشكل جيوش نظامية ويتحرك بشكل جيوش جوالة، وهذه لها أساليب من الضد النوعي وجهد استخباري في القرى والمدن التي تكون قريبة من مناطق الاضطرابات، لأنه عادة تنظيم داعش يسكن في المضافات ولكنه يحصل على الدعم اللوجستي من هذه القرى والمدن. استهداف القوات الأمنية والمدنيين في مناطق حزام بغداد الشمالية يؤشر إلى اختلال أمني إذا استمر قد يقوض استقرار العاصمة في المستقبل، هذا ما ذهبت إليه تفسيرات خبراء الأمن. جهود العراق لإجراء انتخاباته المبكرة في موعدها وإكمال حواره الاستراتيجي مع واشنطن الخاص بانسحاب القوات الأمريكية استحقاقان لبغداد قد لا ينجزان إن بقي الوضع الأمني مضطربا من دون تحقيق استقرار أمني بعيد المدى. محمد الفهد، بغداد، الميادين. استدعت الخارجية العراقية القائمة بأعمال السفارة التركية لدى بغداد إلى مبنى الوزارة وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية تحركات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في العراق. وعبرت الخارجية العراقية عن استيائها الشديد وإدانتها عقب دخول أكار الأراضي العراقية من دون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة، إلى جانب لقائه قوات تركية داخل الأراضي العراقية بصورة غير مشروعة.
دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا مع اقترابها من إجراء انتخابات هذا العام. ودعت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي، دعت أنقرة إلى التعاون فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين، بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا. كما شددت المنقوش على إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين. السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر ترفض ترشيح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 من يونيو حزيران المقبل، كما رفضت ملفات عدد كبير من مرشحي الحزب على مستوى الولايات. ويواجه حزب الجبهة تحدي فقدان الأغلبية البرلمانية. سفيان مراكشي. أول الأحزاب السياسية في الجزائر يواجه تهديدا حقيقيا بفقدان الأغلبية البرلمانية بعد انتكاسة قوائمه الحزبية ورفض قرابة النصف من مرشحيها. وثيقة مسربة من السلطة المستقلة للانتخابات تظهر رفض ملف الأمين العام للحزب من دون ذكر الأسباب والتعليل، ما أثار صوبعة سياسية في ظل حديث عن قرب دخول الحزب المتحف السياسي في البلاد. انتكاسة كانت منتظرة، دعني أقول لك يعني شيء طبيعي وعادي جدا. الانتكاسة تأخرت، ودعني أقول لك كذلك أن حزب جبهة التحرير الوطني كان في يوم ما من الأحزاب العربية الكبرى، كان في مستوى الحركة النصرية وفي مستوى حزب البعث العربي الاشتراكي. جبهة التحرير شيئا بسيطا، لكن جبهة التحرير التاريخية شيء، وجبهة التحرير اليوم شيء آخر. كان يفترض أن تبعد من الواجهة بعد الاستقلال مباشرة لأنها حزب تاريخي عظيم، كانت تمثل الوجه الآخر للجيش التحرير الوطني، وبالتالي يفترض أن لا تترك للعبث السياسي. قواعد الحزب اعتبرت قرار السلطة المستقلة إداريا بحتا، وهو قابل للطعن أمام المحاكم الإدارية رغم استباق الأمين العام للقرار معلنا انسحابه من الترشح. هو انسحاب استراتيجي، سحب استراتيجي لكي يسمح له بتنشيط الحملة الانتخابية للحزب على مستوى كل ربوع الوطن. أظن أنه الانسحاب من سباق الانتخابي كشخص هو ليفسح المجال له كأمين عام لحزب سياسي أن ينشط الحملة عبر كل ربوع الوطن من أجل المحافظة على والعودة إلى ريادة الساحة السياسية من خلال تحقيق أغلبية برلمانية مريحة إن شاء الله. للمرة الأولى في تاريخ جبهة التحرير الوطني يترشح الأمين العام لمنصب برلماني، الأمر الذي أثار سجالا سياسيا في الجزائر وفتح باب التكهنات حول إرث الحزب التاريخي ومستقبله السياسي. يبدو أن قواعد اللعبة السياسية قد تغيرت، وأصبح جبهة التحرير الوطني حزب الأغلبية البرلمانية السابقة في ذيل توقعات السياسية بأن تحصد مقاعد مهمة في البرلمان المقبل. أجواء تشي بمفاجآت غير مسبوقة في تاريخ الجزائر السياسية. سفيان مراكش، العاصمة الجزائرية، الميادين. في ختام النشرة هذا تذكير بعناوينها. مصادر للميادين تكشف عن مساعي دولية وإقليمية لإنهاء الأزمة اليمنية عبر استبدال القرار 2216 بقرار تحت الفصل السابع. عشرة جرحى فلسطينيين في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ومستوطنون يهاجمون بلدة قصرة قرب نابلس. استهداف قاعدة بلد الجوية في العراق بثمانية صواريخ، والقوات الأمنية تعد الحادثة إضعافا لقدرات القوات العراقية. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.